وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. إن الله سبحانه وتعالى يشير في هذه الآية الكريمة بأنه يرسل الرياح لواقح فينزل من السماء ماء، وهنا لا بد من الإجابة عن سؤال: كيف ينزل الماء من السماء؟ أول شيء، تعتبر الرياح الرطبة الصاعدة للأعلى هي السبب الرئيسي لتكون الغيوم، لكن ما هي آلية رفع الهواء الرطب للأعلى؟ آلية رفع الهواء للأعلى: أول شيء الجبهات الهوائية، المنخفضات الجوية، التضاريس والتسخين في الطبقات السفلى وحالات عدم الاستقرار والاحتكاك. فعندما يرتفع الهواء للأعلى يبرد، وكلما زاد في الارتفاع فإنه يبرد أكثر حتى يصل إلى درجة الإشباع، وبعد الإشباع يحدث التكاثف، أي يتحول بخار الماء إلى ماء، فتتشكل الغيوم وتتراكم فينزل الماء. لكن حتى يحدث التكاثف لا بد من وجود نويات التكاثف، والرياح الرطبة والرياح التي تحمل نوى التكاثف هي التي نسميها اللواقح، لأنها السبب في تكون الغيوم، وبالتالي هي السبب في هطول الأمطار.